هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان، هذا هل هذا يطر التوحيد؟ هذا يسمى توسل أقسام، توسل شرعي هو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته، هذا هو الدين كله، إيه هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هو الوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواتك، وهذا جائز أيضا، فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباعي شريعتك وأداء الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي، ربي أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك، يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي، وما أشبه ذلك، كما كان يدعو لأصحابه وتوسل بدعائه، وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله، توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل الله وتقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان، نوع معناه الشرك الأكبر وهو التوسل إلى الله بعباد الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الشرك الأكبر، يتوسل بالأنبياء والصالحين يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر، ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كون يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، هو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك، والصحيح عند جمهور أهل العلم أن لا يجوز التوسل به، لأن الله ما شرع لنا أن نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالنا الصالحة كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح من قال اللهم إني أسأل بأني أشهد أنك أنت الله ولا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي بسئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببره، أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيج لك إذا دعاك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن توسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. إيماني وصلاتي وبري لوالدي وأداء الأمانة أو بأسماء